السلام عليكم، ده كان الفيديو الخامس في موضوع البايبلايننج. في الفيديو اللي فات كنا كتبنا شوية انستراكشنز كده وشوفنا هيتنفذوا ازاي في البايبلاين، ولقينا ان مفيش اي مشكلة ان هما يتنفذوا مع بعض عادي، ان ده مفيش حاجة فيهم معتمدة على التانية اصلا، فكأن كل واحدة فيهم لوحدها، فمفيش اي مشكلة في التنفيذ. في الفيديو ده هنشوف شوية امثلة تانية لنفس الموضوع يعني. طيب لو عندي، لو الكود التاني اللي عايز اكتبه دلوقتي، عندي كود تاني مثلا اد كده اس واحد اس زيرو واس اتنين، وبعدين عملت سب تراكت اس تلاتة اس خمسة اس واحد، انا عملت لود وورد اس اربعة اس تلاتة، وطبعا زيرو يعني اس تلاتة، او مش لازم استات، ليه استات؟ مش لازم استات، هتعقد الدنيا اكتر، خليها تي خمسة مثلا، وبعدين السور وورد تي اربعة زيرو تي اتنين. ده كده الكود الجديد اللي انا عايز انفذه في البايب لاين. هاخد نفس البايب لاين ده معايا تاني، حطه هنا. عندنا اربعة انستراكشنز، فاحنا محتاجين اربعة بتوع ونحطهم كده، تمام. طبعا كالعادة دي كلوك سايكل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، او دي كلوك ستة تحت كده احسن، ستة سبعة تمانية، ده كده كلوك سايكل، تمام. احنا عايزين ننفذ الكود ده. طيب ايه الفرق بين الكود ده وبين الكود اللي فات؟ الفرق المهم بين الكود ده والكود اللي فات ان الاس واحد دي مستخدمه هنا ومستخدمه هنا، بمعنى ان انا عايز اجمع مثلا اس 0 واس 2، عايز اجمعهم على بعض واحط قيمتهم في اس 1، وبعد كده اطرح اس 5 ناقص الاس 1 دي، تمام. فلو جينا نبص على البايب لاين كده برضو بالترتيب، هنلاقي ان دي الاد، طبعا دي الاد الاولانيه، ودي السب، ودي الستور وورد، ودي دي اللود وورد، ودي الستور وورد. طيب عند اول كلوك سايكل الاد عايزه تفتش، وهنا مش هتعمل حاجه. طبعا تاني كلوك سايكل الاد بدي كود، بدي كود الاس 0 والاس 2 بتطلعهم، والكنترول يونت بتعرف ان هي ار تايب. عند اكسكيوشن بتجمعهم على بعض، عند الميموري ما بتعملش حاجه، عند الرايت باك بتكتب القيمه تاني في ريجسترز، ريجستر فايل اللي هي تاخد القيمه دي كده وتكتبها في ريجستر فايل تاني في المرحله الخامسه، عند كلوك سايكل خمسه. طيب السب بقى عند كلوك سايكل اتنين بيحصل لها فيتش، وعند كلوك سايكل تلاته عايزه تقرا، عايزه ديكود. فهي عايزه تقرا، لو احنا سيبناها كده هي عايزه تقرا الاس 1 والاس 5. طيب هل هي عايزه الاس 1 الجديد بعد الجمع، ولا الاس 1 اللي قبل الجمع؟ طبعا واضح ان هي عايزه الاس 1 اللي بعد الجمع الجديد، ان انا بكتب كود بكون متوقع ان انا ما عملت عمليه على البتاع ده، على الفاريبل ده، هو الفاريبل ده اللي هيستخدم بعد كده، مش عايز قيمه القديمه، انا عايز القيمه الجديده. بس المشكله هنا ان وانا بعمل ديكود هنا القيمه الجديده لسه ما اتكتبتش اصلا، القيمه الجديده بتتكتب هنا، طب انا عايز اقراها هنا بينما هي بتتكتب هنا، ف ده كده بيمثل لي مشكله. فالمشكله حصلت امتى؟ المشكله حصلت ان الانستراكشن دي بتعتمد على نتيجه الانستراكشن دي، فده حصل لي مشكله، وبالتالي انا عايز دلوقتي احل المشكله. ابسط حل ممكن عندنا ان احنا ايه؟ ان احنا نقول ان انا مش هفتش السب اصلا، او مش هستخدم الانستراكشن اللي هي سبتراكت انستراكشن غير لما النتيجه دي تتكتب. فممكن اقول مثلا للبايب لاين ما تعملش اي حاجه لحد ما النتيجه اللي هنا تتكتب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هشطب على الانستراكشن دي كده، خلاص دي كلها ما تنفذش حاجه، دي مش السب، تمام. ممكن اخلي دي السب، طب لو خليت دي السب برضو هتبقى عايزه تفتش، وده لسه ما اتكتبش، فدي برضو ما تنفعش. فهو معايا من نفس الكلام كده، دي كانها مش موجوده يعني، ما تفتشش اي حاجه او ما تعملش اي حاجه هنا. طب بالنسبه لهنا، هنا برضو ده هيرايت هنا، هيخلص رايتنج هنا، فهلغي دي كمان، بحيث ان انا هدي كده ماشي، خدت دي كده وحطيتها بقى هنا كده، هنلاقي ان هنا حصل ورك باك في الرايت باك عند كلوك سايكل 5، دي 6 7 7
8 9. فهو حصل رايت باك امتى؟ حصل رايت باك عند كلوك سايكل 5 اللي هو القيمه اللي انا عايزها كتبت هنا، وبعدين هستخدمها في كلوك سايكل كام؟ ايه اللي انا عامله؟ حاسس في حاجه غلط. لا مفيش حاجه غلط، هو فعلا هستخدمها في كلوك سايكل 6 اللي هي الكلوك سايكل اللي بعد ما اتكتب. شوف كده الكلام ده كله ما بقاش حاجه، يعني ده كله هحط الصب هنا بقى، بدل ما السب كانت هنا بقت هنا، وده كده الاد اللي هي اللي هنا. فاضطريت بدل ما انا كنت في العادي عايز اديكود في الكلوك سايكل 3، بقيت عايز اديكود في الكلوك سايكل 6 اللي هي هنا، تمام؟ والكلام ده كله ما بقاش بقى اتلغى. وبعدين بعد كده اقوم حاطط اقوم واخد الكلام ده كده وحاطط الستور وورد اللود وورد، وحاطط الستور وورد عادي. فكده يبقى انا بتاعت 9 دي 10 11 هتتنفس في 11 كلوك سايكل، البرنامج هيتنفس في 11 كلوك سايكل بالشكل ده لو انا مش عايز يحصل خطر من ان انا اقرا قيمه غير المكتوب. طيب ده كده المفروض الحل اللي هو الابسط اللي المفروض يجي على طول. في بس حاجه، هو انا ازاي بخلي البروسيسور يلغي الحاجات دي، او ازاي اخليه اصلا ما يفتشش الانستراكشن اللي بعدها او ياجلها، او ازاي هعرف اصلا ان ده ان الانستراكشن دي تستاهل ان اللي بعدها يتاجل او ما تستاهلش، وتاجل قد ايه، كام مره، الكلام ده كله المفروض هنقوله كمان هنقوله بالتفصيل بعد كده، وهنتكلم ازاي في طريقه التنفيذ الفعليه. يعني دلوقتي بنشوف بس المفهوم بيمشي ازاي. فهو احنا بصوره ما هنخليه يعرف ان الاثنين دول معتمدين على بعض، وبعدين بصوره ما هنخليه برضو يعرف ياجل الكلام ده. طيب احنا كده اجلنا كام كلوك سايكل عشان نعرف ننفذ الكلام مظبوط. احنا المفروض البرنامج في الصوره الاصليه كان هيتنفذ زي الاولاني، كان 5 6 7 8 هيتنفذ في 8 كلوك سايكلز زي الاولاني تنفذ في 8 اللي هو 8 يعني ماشي، اللي هم 5 و 3. طيب ده كده اتنفذ في 11، فبالتالي احنا البرنامج بدل ما ياخد 8 كلوك سايكلز بس خد 11، فبالتالي احنا اتاخرنا 3 كلوك سايكلز بسبب الاعتماد بتاع الانستراكشن دي على الانستراكشن اللي بعدها. طيب ازاي بقى نحاول نحسن الكلام ده؟ احنا عايزين نحسن الكلام ده عشان ما يتاخرش تاخير كله، لان يعني لو افترضنا ان الانستراكشن اللي بعدها كمان بتعتمد عليها، يعني اللي تحت دي كانت اد ومعتمده مثلا على اس 3 وهتتاجل كمان 3 عشان الاد، ولو بعدها كمان معتمد عليها هتاجل كمان 3 عشان اللي بعدها وهكذا. طيب اول حاجه المفروض نفتكرها دلوقتي هي ان احنا قلنا ان الرايت باك او استخدام الريجستر ده او ده بياخد اصلا وقت اقل من الكلوك سايكل، فبالتالي احنا بنحاول نستغل الحقيقه دي في ان احنا نحسن الدنيا شويه عن طريق ان احنا نقول انه ينفع ان الريجستر يكتب هنا يتكتب هنا ويتقري في نفس الوقت، بمعنى ان هو هيتكتب هنا في النص الاولاني ده، هي اصلا كده كده الوقت ده طويل قوي عليها، هو مش محتاج الوقت ده كله عشان نستخدم الريجستر. فهنقول ان هو هيتكتب في النص الاولاني ده كده ويكون خلص هنا، وينفع يتقري لو انا عايز اقرا حاجه اعرف اقراها في النص الاخراني من هنا. فبالتالي يعني عشان برضو القرايه سواء القرايه في الريجستر او الكتابه في الريجستر بتاخد وقت اقل بكتير او اقل بصوره كويسه من وقت الكلوك سايكل اللي هو طويل عشان يقدر يستحمل مش مشاكل الميموري. طيب ده هيفيدنا في ايه؟ ده هيفيدنا هنا في ان احنا نقدر بدل ما احنا بنأجل 3 كلوك سايكلز نقدر نأجل 2 بس. ليه؟ لان احنا هنقدر دلوقتي نقدر نكتب ونقرا في نفس الكلوك سايكل، فبالتالي انا اقدر اشيل دي كده. انا هنا لغيت دي ليه؟ لغيت دي عشان ده كان لسه بيكتب، قلت ان ده لسه بيكتب وده عايز يقرا، فقلت استنى لحد ما ده يكتب يخلص كتابه وبعدين نقرا بعدها من هنا، اللي هو اللي حصل هنا ده خلص كتابه هنا في كلوك سايكل 6 وده هيبدا يقرا. طيب انا دلوقتي طالما قلت ان المسافه دي كبيره انا هقدر اكتب في النص الاولاني ده كده وخلي ده يقرا في النص الثاني بحيث ان ما يبقاش فيه المشكله دي، فبالتالي انا اقدر دلوقتي اشيل البتاعه دي او الستول ده، اشيل ال 10 وال 11 واقول ان هاخد السب دي كده احطها هنا بحيث يحصل كده. يحصل ايه؟ يحصل ان انا هنا عند البتاع ده كده هنا بكتب اللي هو القيمه القديمه بتاعت الاد، وهنا بقرا القيمه الجديده
في نفس الكلوك سايكل عشان هي اصلا طويله عليه. طيب فبالتالي بالصوره دي هبقى اخدت ادي كده 8 9 10 بس بدل 11، انا كده وفرت تضييع، كده ضيعت 2 كلوك سايكلز بس بدل ما ضيع 3، فبقى 10 بدل 11 اتحسن على 11 بس لسه برضو اسوأ من الثمانية اكيد يعني. تمام دي كده اول مثال. طيب لو خدت مثال تاني بيقول اد اس 2 واس 1 واس 0 برضو، بعدين نعمل اد تي 2 تي 1 تي 0 وبعدين نقاد تي 4 واس 2 واس 0. لو عايزين نطبق الكود ده برضو هناخد نفس الرسمة العظيمة بتاعتنا ونعمل لها نعملها هنا. دول تلاتة انستراكشن بس المرة دي، فأنا مش محتاج غير تلاتة عشان أو في الباقيين مش مهمين يعني دلوقتي بالنسبة لنا. تلاتة انستراكشنز. طيب هنلاحظ هنا حاجة تانية، هنلاحظ هنا إن الآد دي بتكتب في الاس 2، بتكتب حاجة في الاس 2، والآد اللي تحت دي عايزه تقرا من الاس 2. طب الاد اللي في النص دي ملهاش مش متاثره بحاجه، فهي دي ما فيهاش مشكله، لكن الاد اللي تحت دي عايزه تقرا من الاس 2. عايزين نشوف ده هينفع ولا لا. نفس الكلام هنقول هنا، دي كلوك سايكل 1 2 3 4 5 6 7. طيب دي كده الاد 1 اللي هي اد اول اد، ودي كده الاد 2 ودي الاد 3 بافتراض ان مفيش اي مشاكل. طيب اللي هيحصل ان الاد 1 ماشيه هتقرا عادي وهتكسكيوت وهتعمل حاجه في الميموري وهترايت باك. الاد 2 برده ريجسترز مختلفه تماما، فهي ما عندهاش اي مشكله في اي حاجه، هتمشي كده برده. الاد 3 بقى عايزه عند كلوك سايكل 4 اللي عشان دي الكود بتاعها، فهي عايزه عند كلوك سايكل 4 تكون عندها القيمه المظبوطه من اس 2، تكون عندها القيمه المظبوطه من اس 2. تمام، لكن القيمة المظبوطة اس 2 مش بتتكتب غير في 5 او في النص الاولاني من 5، فبالتالي برضو مش هينفع اتصرف كده عشان هي مش بتتكتب غير هنا، وبالتالي انا عايز اقراها من هنا، فمضطر زي المرة اللي فاتت اقوم واخد الكلام ده كده اهو لحظة، مضطر انقله تاني والغي دي خالص كده، الغيها الغي دي خلاص ما بقتش موجوده. عايز اجل البتاع ده كلوك سايكل ليه؟ لان انا كده وصلت بقيت رايت باك على النص الاولاني هنا اهو، هترايت هنا وهعرف النص الثاني هنا، فخلاص كده بقى ينفع، انما هنا مش هينفع، فبالتالي مضطر اجل واحده. فبدل ما هي 8 هتبقى، بدل ما هي 7 هتبقى 8، هم 3 انستراكشن بس هياخدوا 7 المفروض في الحاله المثاليه، لكن هما كده بقوا 8 عشان نفس السبب. يعني شوف دي كده معتمده على الحاجه اللي قبلها باتنين، بس كان حاسس ان انا كده ايه ماشي. تمام فهو كده هلغي دي ماشي، انا كده ما قلتش حاجه. طيب خلاص فكده دي كده المثال الثاني خلاص. طيب عندنا مثال ثالث، لو عندنا اد برضو اس 2 اس 1 اس 0 وبعد كده اي انستراكشن هنا اي حاجه واي حاجه واد اس 3 اس 2 واس 1، بحيث ان انا كده ايه، انا كده معتمد على الانستراكشن اللي قبلي بثلاثه. لو عايز ارسم البايب لاين بتاع الكلام ده نفس الصوره كده، نرسم هم عندنا اربع انستراكشن، دي انستراكشن دي كده اربع انستراكشنز يعني الشكل ده. تمام طيب نفس الفكره بقى، انا عندي كلوك سايكل دي عايزه دي كده 1 2 3 4 5 6 7 8، دي عايزه تقرا الاس 2 اللي هي معتمده هنا، دي عايزه تقراها في كلوك سايكل 5، ودي اصلا مش بتتكتب غير في كلوك سايكل 5 الاس 2، عشان الاولى بتكتب اس 2 هنا، والرابعه عايزه تقرا الاس 2
هنا. فده كده ينفع بسبب ايه؟ الاوبتمايزيشن اللي احنا عملناه. طيب لو ما كناش عملنا الاوبتمايزيشن ده، يعني لو ما كناش قلنا ان الرايت بيحصل في النص الاولاني والريد في النص التاني، كنا هنضطر برضو نعمل ستول هنا. ستول اللي هو انستراكشن ما بتعملش حاجه، او ناجل الانستراكشن الجديده عشان نقدر نكتب في اللي بعدها. فبالتالي الكلام اللي هو القرار اللي احنا قررناه ان الرايت يحصل في الجزء الاولاني والريد يحصل في الجزء الثاني، فادنا في الحاله دي وفي الحالات الثانيه. يعني فادنا في الثلاث حالات دول. هنا لو في فرق اتنين انستراكشن كنت هضطر اجل واحده كمان. هنا في اللي قبلها لو كان في فرق انستراكشن واحده كنت هضطر اجل اتنين. لو مفيش الاوبتمايزيشن ده كنت هضطر اجل اتنين. طيب هنا طبعا انا اضطريت اجل ثلاثة اصلا. لو مفيش بالاوبتمايزيشن هنا اجلت اتنين، بالاوبتمايزيشن هنا اجلت واحد، بالاوبتمايزيشن هنا ما اجلتش اي حاجة خالص. تمام. فكده بخلصنا الفيديو ده. طبعا انا بس الاسم دي كانت لخبطت عشان اصلا في رابعة اللي انا اصلا شلتها يعني. بس مش مهم. في الفيديو ده كده خلصنا بعض الحاجات. ان شاء الله نكمل الفيديو الجاي.